ليس هناك شك في أن تأخر الولادة هو موضوع شيق يستحق الاهتمام، وأعلم أن الكثير من الحوامل اللواتي يشاهدن هذا الفيديو الآن، وخاصة من وصلن إلى الشهر التاسع يتساءلن عن موعد الولادة. ولكن ماذا لو تأخرت ولادتك عن موعدها المتوقع؟ ثم ما هي العوامل والأسباب التي تقف وراء ذلك؟ وما الذي ينبغي عليك القيام به في حال تأخر الولادة؟ هذا ما سنكشف عنه من خلال هذا الفيديو، فيرجى مشاهدته حتى النهاية. لفهم موضوع تأخر الولادة لابد من العودة إلى الزمن الماضي قليلاً، فلو سألت جدتك كيف كانت تمر عملية الولادة في الماضي، لأخبرتك أن النساء يلدن في منازلهن عوض المستشفيات بحكم أن المستشفيات غير موجودة بكثرة آنذاك، ولذلك كنا يعتمدن على تقنيات متوارثة عن الأجداد وأسرار مميزة للمحافظة على صحة الجنين وسلامة الأم. على سبيل المثال، كانت العديد من الحوامل يعتقدن أن تناول التمور قبل الولادة يمكن أن يساعدهن في تسهيل العملية وتقليل فترة التأخر. وهناك أيضاً خرافات حول أشياء معينة قد تؤدي إلى تأخر الولادة، مثل رؤية القمر خلال النهار أو السير تحت السلم، كما أن الكثيرون كانوا يؤمنون بأهمية الأدعية والتشجيع خلال عملية الولادة للتأكد من أن الجنين لن يتأخر. لكن مع تقدم العلم والطب تغيرت تلك العقائد والتقاليد، وأصبح لدينا اليوم فهم أعمق وأدق لتأخر الولادة، ويمكننا معالجته والتعامل معه بشكل فعال. سنستكشف في الأجزاء اللاحقة من هذا الفيديو المزيد من الأسباب والعوامل التي تؤثر على تأخر الولادة وكيف يمكن التعامل معها، فابقي معنا. أحد أهم هذه العوامل هو التغذية، حيث إن ما تتناوله الأم خلال فترة الحمل يمكن أن يكون ذا أهمية بالغة. على سبيل المثال، نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية قد يؤدي إلى تأخر نمو الجنين وبالتالي تأخر الولادة، ولذلك فإن تناول الأم للطعام الصحي والمتوازن يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على موعد الولادة. ثم إن هناك ما يسمى بالعامل الوراثي، حيث تلعب الوراثة دوراً مهماً في تحديد متى تحدث الولادة، فإذا كان هناك تاريخ من تأخر الولادة في العائلة فقد يزيد احتمال تكرار ذلك. بالإضافة إلى ذلك، صحة الأم لها تأثير كبير على تأخر الولادة، حيث إن الأمهات اللواتي يعانين من مشاكل صحية مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم قد يواجهن صعوبة في السيطرة على توقيت الولادة. الأمر يمكن أن يتعلق أيضاً بالعمر، حيث إن الأمهات اللواتي يتقدمن في السن قد يكون لديهن ميل إلى تأخر الولادة. وأخيراً، هناك العوامل البيئية، فالمحيط والبيئة الخارجية يمكن أن يعرض الأم للتلوث البيئي أو الضغوط النفسية الزائدة، وبالتالي يمكن أن يؤثر هذا الأمر على الجنين ويؤخر عملية الولادة. الآن دعونا ننتقل إلى تسليط الضوء على موضوع يثير الفضول ويتساءل عنه العديد من الناس: متى نتحدث عن تأخر الولادة؟ هل إذا تجاوزت الحامل الأسبوع 42 يعتبر ذلك تأخراً في الولادة؟ الحقيقة هي أن النساء الحوامل يلدن بالضبط بين الأسبوع 38 والأسبوع 42، هذا هو النطاق الزمني الذي يعتبر مثالياً لكي تلدي فيه. فإذا تجاوزت في حملك هذه المدة يمكن أن نعتبر حملك متأخراً، وتجدر الإشارة إلى أن تأخر الولادة قد يكون له عواقب صحية على الأم والجنين معاً. فما هي هذه العواقب يا ترى؟ إن الجنين هو القلب والروح لكل حملة، ولكن عندما يتأخر وقت وصوله إلى هذا العالم يمكن أن تكون هناك عواقب خطيرة. أحد أبرز العواقب هو تأثيره على نمو الجنين. إذا استمر الجنين في البقاء في رحم الأم لفترة طويلة فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى تأخر في نموه وتطوره، قد يتسبب ذلك في وجود مشاكل في وظائف الأعضاء والأنظمة الحيوية، مما يعني أن الجنين قد يولد بصحة ضعيفة،
وما لا يقل أهمية هو تأثير تأخر الولادة على جهاز التنفس للجنين. عندما يتأخر الجنين في الخروج فإنه يمكن أن يتعرض لمشكلات في تطور الرئتين، وهذا يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في التنفس بعد الولادة وحاجة للعناية الطبية الفورية. بالإضافة إلى ذلك، تأخر موعد الولادة يمكن أن يزيد من احتمالية تعرض الجنين للإصابة بأمراض وحالات أخرى. يمكن أن يكون للجنين نظام مناعة ضعيف يجعله عرضة للعدوى والأمراض بشكل أكبر من الأطفال الذين يولدون في الوقت المناسب. وفيما يتعلق بالتأثير النفسي، يمكن أن يكون لتأخر الولادة تأثير على صحة الجنين النفسية. الجنين الذي يبقى لفترة طويلة في الرحم قد يتعرض لمستويات أعلى من التوتر والضغط، مما يمكن أن يؤثر على تطور الدماغ والصحة النفسية في وقت لاحق. لكل هذه الأسباب ندعوك أختي الحامل في حال تأخر الولادة عن موعدها المتوقع أن تتصلي فوراً بطبيبك أو الذهاب إلى المستشفى من أجل الولادة القيصرية. أسعدك الله وأقر عينك بطفلك الجميل. إلى اللقاء.